مرحبا يا حلوين احلى المتابعين اللي في قلب عم علو شاهدين. طبعا اليوم احنا طالعين وبنقول لكم كل عام وانتم بخير، لكن مسحرات مش هنطبل على الطبله، هنطبل على القطايف. نروجها قطايف للناس اللي بحبوا القطايف. اي لاف يو قطايف قطايف قطايف. عند الحجة اللي بتصل فيهم الزرق المجاهدين. القصة اللي بحب القطايف، صح؟ انا بحب القطايف، وانا بحب الجبايه. لا بس اصحابنا حبايب، احنا نوزعها. صور صور القطايف يا عم، صور. دق رمضان على دق العراق، دق دق على الطبل يا عم. الله كريم، دوارة البلد مياد. Gracias.
يلا عملوا بايت وما تنسوا انت حلوين. شفت الاجواء الحلوه الجميله مثلا القطايف جميله اطفال حلوين اللي بحبوا القطايف وبحب ياكل القطايف. بحب القطايف وانا بحب القطايف وانا كمان. اه سلام. كلنا مع بعض. كل عام وانتم بخير. باي مع السلامه.